بعد الشر. هو ده بيحصل ازاي بقى؟ ازاي الحاجه بقت متقنه قوي كده؟ هو مفهوم الذكاء الصناعي طبعا ده من سنوات عديده، وفكره استدراج الناس اكيد حضرتك تتذكر، انا بحب اسميها الهوجه بتاعه ايه، اعرف شكلك بعد 5 سنين ولا وانت عندك 50 سنه، حط صورتك شكل. ايوه بالظبط، حط صورتك الى اخره. انا يمكن كنت بعت للاعداد بعض النماذج لبرنامج متواضع جدا، ده واحد من 1000. ده برنامج 1000 برنامج مجاني من 1000 برنامج ومعظمهم مجانيين، بيستخدموا في ضرب الصور. بالظبط، ضرب الصور والفيديوهات، وحضرتك تطلع في فيديو انت ما كنتش جزء منه، وفي الموقع اسمه This Person Does Not Exist، هذا الرجل او هذا الانسان غير موجود. ايه الموقع ده؟ حضرتك تخيل ان انت كل مره بتدخل على الموقع اللي هو This Person Does Not Exist ده، في كل مره بتعمل ريفريش بيطلع لك صوره بني ادم. اتحدى ولله المثل الاعلى ان انت تشوف البني ادم ده تقول ده مش بني ادم طبيعي. مستحيل. ازاي وصل ده البرنامج؟ ده يعني حضرتك قريت اللي هنا اللي مكتوب هنا، ازاي تركب صوت على صوره. ده برنامج اللي هو المجاني المتاح. أيوة. ان انا اجيب صوت عشان بس الناس تشوف، واركب لك صوت تاني فتطلع بتقول حاجه تانية. بالظبط، او تقول كلام ما قلتوش. وده هنا بقى عايز انت تطلع في فيديو، ولا عايز صوره متحركه، ولا عايز تاخد موقف معين، يعني عندك نماذج ثابته. وبكرر لحضرتك ده برنامج متواضع جدا، ده بس حبيت ادي الاعداد حاجه. ده مش الديب فيك. هو بيعتمد عليه بس ده حاجه ضئيله، يعني لو انت بقى عايز حاجات عاليه المستوى بفلوس وفلوس مش كتيره للاسف، يعني بمبالغ ضئيله جدا. الموقع نفسه اللي بقول لحضرتك عليه ده موقع بيستخدم تقنيات الذكاء يعني الصناعي. يعني انت بتقول لي ان الراجل ده غير موجود؟ لا ويمكن غير موجود. يعني يمكن لعل حضرتك مش متخيل جوده الصوره عشان بعد الشاشه. كل ما نعمل ريفريش يطلعوا لنا واحد جديد، صوره جديده لناس الناس دي مش موجوده في الكون. مش مالهمش الناس دي مش موجوده في الكون، ومعادلات الرياضيه اللي بس عملت ده شكله ده انت هتلاقي ندبات في الوش، وهتلاقي تجاعيد تحت العين. بقول لحضرتك مستحيل يعني ان حد يتخيل ان البني ادم ده مش موجود، ولو الصورة قريبة بجودة عالية شيء صادم. طب اللي عايز اوصل له ايه دلوقتي؟ اولا ممكن اي حد يحط صورة واحد ما تواجهتش اساسا. بص حضرتك شوف الصورة هنا دلوقتي لما كبروها عاملة ازاي؟ ده اضافة ان هو ممكن يحركه بافعال مش بس يخلي صورة. خلاص اذا يعني دي ست غير موجودة؟ مش موجودة. بقول لحضرتك الموقع مديلك كل الروابط التقنية، الكلام ده اتعمل ازاي؟ فانا اخد شخصية من دي خليها بقى تتكلم، اخليها تعمل، او يبعت لك طلب اضافة، او احط لك رقم واتساب اجنبي وانا قاعد في الاوضة اللي جنبك، وابعت لك ان انا واحدة من فرنسا ولا من اي حتة ولا شخص. فالست دي تطلع لي زي القمر كده، فاحس ان دي صورتها ودي بتكلمني وهي مش موجودة خالص في الحياة. مفيش، بقول الموقع موجود والمرجعيات، وانا اقعد بقى اهر واكر، وبعدين بعد كده يطلبوا مني. انت لسه قايل لي دلوقتي ان في واحدة طالبين منها 500,000 جنيه. دي حقيقة. لسه جاي لي دلوقتي حالة مستعجلة، واحدة مطلوب منها 500,000 جنيه. بص حضرتك تجاعيد الوش هنا عاملة، بص بس انا عايز اكمل على كلام الباشمهندس في كارثة الجروبات. يعني مثلا هو بيتكلم في حتة النصب من طريق البرامج الوهمية. لا ده دلوقتي بقى في ناس بتخلق شخصيات وهمية، ممكن يسرق صورتك يا استاذ عمرو، أو يسرق صورتي ويعمل بروفايل تاني خالص، ويعمل بقى دكتور جلدية، دكتور تغذية، دكتور. وكلنا ندخل على الجروب ونقول له يا دكتور انا بالليل وانا نايم بعرش. ابعت صورك بقى، الستات بتبعت صورها عشان تخس. طيب عارف انا، اسمح لي اقول حاجه اخيره، انا كنت بعرض الكلام ده ليه؟ عايز انا يمكن بالدرجه الاولى بخاطب اولياء الامور اكتر من الابناء والشباب. عايز اقول ان هذا ما وصل اليه العلم، فانت سهل جدا ان بنتك ولا ابنك يتعمل لهم فيديو لا هو عمله ولا شاف ولا يعرف عنه اي حاجه. خلينا نتكلم بقى في اللي بيحصل. اللي هو التركيب. تمام. اللي هو بقى انت قلت لي دي صور مش موجوده. تمام. دول بيستخدموها علشان يجروا رجلنا، او ده دلاله على التطور واصل لفين. يعني لو ده اتعمل من العدم، لو الصوره اللي حضرتك دي اتوجدت من العدم بقدرات الذكاء الصناعي، يبقى انا اقدر اعمل ايه في الصوره الحقيقيه؟ جبنا بقى الصوره الحقيقيه. ده في نفس البرنامج ده؟ لا يتركب ده على ناس عريانه وكده. البرنامج اللي انا عرضته وغيره يقدر يعمل ده واكتر، يدخلك في فيديو انت مش فيه. تخيل انك تتفرج على فيلم في ناس بتتحرك وبتتكلم وانت جزء من الفيلم وانت ما تعرفش حاجه عن الفيلم ده. ده فورست جامب ده لما حصل، الراجل الممثل دخل مع الرئيس، قلنا ازاي مزجوا بالاثنين. كان اكيد اتصور حضرتك شفت فيديو شهير جدا لترامب برضه طالع بيتكلم ولا طالع بيرقص. هو ترامب طبعا اكيد ما كانش لا اتفضل. انت بتقول لي ان البرنامج ده احنا ممكن نجيب صوره حد من حضراتكم. أيوة. وانتوا اللي موجودين. تمام. وبلا اي لان احنا زمان كنا بنقدر نفهم التركيب بشكله مش لافق. لا ما تقدرش تميز دلوقتي خلاص. صعب.